آلية كوبهريش موجودة معنا اليوم، معالجة نطق ولغة وأستاذة جامعية. موضوعنا هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة. أهلا وسهلا فيك. مرسي. أهلا فيك. يعني كان شوي عم شوف بحكي أنا وياكي قبل الهواء، عم تقولي في تأثير سلبي بس في تأثير إيجابي كمان. نعم أكيد. هلأ الوسائل التواصل الاجتماعي يعني ظهرت مش من كتير زمان، ومنلاحظ أنه هي هدفها الأول والأساسي أنه الشخص يتواصل مع غيره. يعني في عنا لوكيتور وانترلوكيتور، في عنا شخصين عم يتواصلوا مع بعضهم، بدهم يوصلوا معلومة معينة ضمن كود جديد، يمكن جديد علينا شوي وجديد خاصة على الأشخاص المتحفظين شوي واللي عندهم أهمية زائدة بطريقة الكتابة وطريقة التعامل مع اللغة. وهذا متحفظين على اللغة ومحافظين كمان أكيد على طريقة استعمال الكلمات اللي تغيرت. أكيد أكيد. هلأ طبعا هالشي كتير شائع عند الصغار وشائع عند الكبار، يعني بكل المجتمعات مش بس بمجتمعنا هون لبنان. واللي منلاحظه كتير انه هالكود اللي شكل والطريقة اللي عم تستعمل فيها لغة التشاتينج او الاس ام اس او الواتساب هي نوع صار معمم خاصة عند المراهقين وعند الأطفال. صاروا بيفهموا على بعضهم، بيفهموا على بعضهم. معين. نحن شوي ما عم نفهم عليهم ببعض الأحيان بس هن عم يفهموا على بعضهم. هي نقطة مهمة، يعني نحن بنفكر لحد ما عم بحكي معك يعني بالنسبة لألي عم يكتبوا شو ما كان، بس لا أنت عم تقولي إنه لا في لغة معينة يعني بيستعملوها كلهم سوا، بيفهموا على بعضهم كلهم سوا، مش كل واحد بيحكي شيء، مش كل واحد بيستعمل شيء ثاني. معروفة خاصة باللغات، مثلا إذا بنحكي هون بلبنان عندنا باللغات الفرنسية والإنجليزية أكثر شيء. واللبناني اللي عم يستعملوا فيه مثلا الارقام والاحرف وبعض السمبول تيكتبوا الاحرف الحرف الاجنبي او العربي، مثلا العين بتصير ثلاثه. اي يعني بالاجنبي عم مزبوط. يكتبوا لبناني في فاذا في هيدا كود معترف فيه، عم بيعرف الاولاد والاشخاص هن بين بعضهم متفقين، مش متفقين عليه هن، يعني عم يفهموا على بعضهم لان بالنهايه هيدا كود اصلا معترف فيه عالميا حتى. يعني وقت يقولوا بالفرنسي مثلا موردورير بيقولوا ام دي ار، هيدي خلص شائعه شوي. بس مش يعني ما بيعرف يكتبها، مش يعني ما بيعرف يكتبها، هيدي شغله كثير اساسيه، لانه كثير انربطت لغه التشاتينج والاس ام اس بتدني مستوى اللغه المكتوبه عند الاولاد والمراهقين وخاصه عند الاشخاص، وخاصه انه هلا في ببعض الاحيان يمكن بوسائل الاعلام كجرايد الى اخره بنلاحظ انه في بعض الاخطاء اللغويه اللي ما بقى عم تصدم. نعم. اللي كانت تصدم قبل ما بقى عم تصدم، كأنه في ليونة شوي بتقبل هالأخطاء اللغوية، بس انربطت هالأخطاء اللغوية بظهور هالوسائل التواصل الاجتماعي. وتبين أنه في دراسات انعملت بأمريكا وانعملت بفرنسا أثبتت أنه لو في تدني بهالمستويات تبع اللغة المكتوبة اللي لوحظ أنه ما الولاد اللي عم يستعملوا لغة التشاتينج ما صار في تدني للمستوى اللغة. نعم. المكتوبة عندهم. لو عالميا آخر 20 سنة عم نلاحظ أنه الكفاءة بالأورتوغراف والإملاء منا بنفس الكفاءة تبع الأطفال اللي كانت عندهم إياها قبل. بس اللي لوحظ أنه منا مربوطة مباشرة بلغة الاس ام اس. مشكلة الحق على وسائل التواصل. الحق على وسائل التواصل. يمكن انربطت بطريقة غير مباشرة لأنه ظهرت هالوسائل هي هلأ وعززت يعني. أكيد. بس بمطرح تاني كمان في تغيرات صارت بالمناهج التربوية والتعليمية اللي هي بطلت ببعض المناهج المعينة بطلت تعطي أهمية كافية مثلا بأمريكا لطريقة الكتابة والكفاءة بالإملائية، وصارت تعطي أكثر الكفاءة لل أورال لكل شيء شفهي لكل شيء. يعني هيدي الأشياء اللي شوي ربطت، لأنه اللي نحن منلاحظه أنه الأطفال بالنهاية في دراسة عملت بفرنسا بسنة 2014 بيّنت أنه هالكفاءة عند الأطفال، الولد لما بده يكتب مثلا سولمان بده يكتبها SLT حتى يختصرها، بالنهاية يعني عنده براسه صورة عن الكلمة كيف بدها تكون مكتوبة. وتبين أنه كتير مهم الإطار الولد عم يكتب فيه، يعني لما بده يكتب بالمدرسة أو بالمسابقة بالنهاية هو عم بيعمل
تحفيز براسه للكلمات المكتوبة صحيحة والأورتوغراف المضبوط. لما بيكون عم يكتب تشاتينج مع صاحبه هون بصير في تحفيز وبرمجة لكلمات تانية اللي هي لغة الأسماس، كأنه لكل لغة عم كيف حالي لأستعمل الكلمات اللي هي بستعملها عادة بهالإطار هيدا. فإذا الإطار والمحيط والشخص اللي عم بتعامل معه أو عم بتواصل معه كتير بيأثروا كمان، بس مش بقى عند الكل. يعني هون دور يمكن الرقابة على الموضوع. وما ننسى أنه كمان سهولة التواصل عم تكون تواصل بين الثقافات بين البلدين عن بعد، الشيء اللي عادة ما كنا بنقدر نعمله إلا ما تسائب أنه ما بعرف قادرين نكون برات البلد أو حتى نكون عم نستقبل أو يكون عنا أصحاب بالغلط. يعني هلأ الصداقة صارت يعني سهلة عبر وسائل التواصل، وهل يعني انتقال الثقافات عم تكون كمان أسرع؟ أكيد هذا في انفتاح عالمي مع المونديالزاسيون، وهالتطور بالتكنولوجيا خلى عن جد العالم ينفتحوا أكثر على بعضهم، ومنحس أنه الولاد صاروا عم يحكوا مع ولد بفرنسا بإسبانيا بأمريكا بأي ساعة اللي كان يعني عم بيكون بشتى عن جد المواضيع بشتى يعني. المواضيع يعني أكيد في انفتاح ثقافي كتير كبير، بس كمان هالانفتاح الثقافي كمان خلى الأشخاص ينفتحوا على لغات وثقافات تانية. يعني ما فينا نقول أنه بس في سلبيات لهالانفتاح هيدا، بالعكس في إيجابيات كتيرة، لأنه صار في عند بعض الأطفال مثلا والمراهقين خاصة اللي هن بينسبوا كتير المشاكل كل شيء بيتعلق بالإنشاء والقواعد الإنشائية والإملائية للمدرسة، وببعض الأحيان منسوبة لرسوب المدرسة، بيصير في مثل بينفر الولد من هالأكتيفيتي هو اللي تبع القواعد والإنشاء إلى آخره، وحتى بينفر من اللغة ببعض الأحيان، وخاصة إذا كانت لغة أجنبية صعبة عليه. بس لما يكون في عنده صديق يمكن عم بيحكي معه تشاتينج بأمريكا أو بفرنسا، عنده حافز، يمكن عنده حافز مظبوط، بيصير حافز مختلف، حابب يتعرف على اللغة أكثر، حابب أنه يمكن سهل علي منا بهد الصعوبة هيدي اللي عم بعيشها بالمدرسة. وهون فينا نعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل جسر عبور لا نتقبل أكثر الأمور المدرسية والقواعد اللغوية اللي هي هدفها أنه توصلنا بعملنا بعدين، توصلنا لمراكز يمكن متقدمة أكثر وتعامل أكثر مع الآخرين. حكيتي عن الشفهية هي اللي يعني هلأ كتير محبذ، لأنه يعني في طريقة تواصل ما بتقدر تعمليها عبر الكتابة. مظبوط. يعني إحنا بنستهون كل شيء عبر الكتابة، خاصة باي واتساب أو أسماس أو إلى آخره. هون كمان لما بيكون مجبور هالتلميذ أو مجبور هالشخص الطالب أو حتى بانترفيوز العمل أو إلى آخره، صار التواصل الحقيقي كتير مهم. كتير مهم وأساسي. يعني هون بدنا ننتبه إنه ما يصير التشاتينج ولغة الأسماس هي اللي عم تطغى على عامل التواصل الاجتماعي اللي من خلاله في كتير إشياء حتى عاطفية بتنقل، حتى انطباع عن الشخصية بينقل ضمن عامل الشفهي والتواصل من شخص للتاني وجها لوجه. يعني هون بدنا ننتبه كتير على المراهقين انه دور الاهل يكونوا واعيين اول شيء على المضمون والمحتوى تبع الاشياء اللي عم تنكتب، لحتى هالاشياء تكون ضمن مراقبة معينة وما تكون عم تأذي ناس اخرين او عم تبين صورة سلبية للشخص اللي عم يكتب، بنفس الوقت ما تكون هالوسيلة هيدي عم بتأثر وعم تطغى على علاقاته الاجتماعية للمراهق. يبطل يظهر مثلا، يقضيها كل الوقت على السلولار، عم يحكي مع أصحابه على السلولار، بطل في حكي وظهره مع أصحابه ولعب مع أصحابه بالطريقة السليمة. يعني هون التأثير غير مباشر على اللغة كمان على اللغة يعني والتواصل، تأثير على الشخصية والتواصل. مزبوط. تأثير غير مباشر على اللغة والتواصل. هلأ من ناحية تانية كمان مهم الرقابة، ليش؟ للأهل يفسروا لأولادهم أنه بالنهاية في طريقة بدي استعملها لأحكي مع صاحبي أو لأحكي بالتشاتينج، بس هيدي هي نفس الطريقة ما في استعملها
لحتى أقدم فحص سابقة بالمدرسة أو بالجامعة أو يعني في وعي، نوع من الوعي ونشر الوعي. الأولاد صاروا يعرفوا أكثر منا، بس بالنهاية في وعي معين خاصة بس يكونوا صغار، لأنه مثلا في دراسة عملت بفرنسا مش من زمان بينت 97% من الأطفال بمرحلة الابتدائية معهم سيلولارات، معهم يعني عم يستعملوا بالنهاية هالوسيلة. وهلا كتير بكير، كتير يعني قبل ما يكونوا هن صار عندهم المخزون المطلوب من لغة أو من أي شيء تاني، أو حتى وذهنيا يقدروا يميزوا شو بقدر استعمل، أي كلمة بقدر استعملها. وما في أنا كمان أبعت إيميل رسمي واستعمل فيه نفس الطريقة اللي بستعملها بالتشاتينج. للأسف منشوفها عن بعض المراهقين إنه ما عندهم فصل بعد بهالموضوع، وهذا اللي لازم ننتبه عليه. هلا كمان المشكلة بتصير بين جيل وجيل، إنه الكلمات اللي كانت تعتبر مؤذية أو تعتبر نابية حتى اليوم ما لها معنى، يعني بتنقال بطريقة كتير هيك بدون أي تفكير مسبق، بدون أي شيء، وبيستغربوا الشباب والصبايا الصغار إنه ليش عم تاخدوها شخصية ولا ليش عم تاخدوها بطريقة غلط، كأنه كل شيء صار مشرع. جستمو هيدا كتير لازم ننتبه عليها. بس بنفس الوقت في كمان تطور كتير، اللغة عم تتطور، وحتى بعض المصطلحات اللغوية ببعض الأوقات كانوا يعتبروها خاصة اللي جاي مثلا من الإنجليزي أو من الفرنسي استعمالها مش مزبوط، كأنه إذا عم نحكي عربي، بس هلأ صارت مسموحة أكثر. يعني في تقبل، يمكن في تغيرات بدنا نتقبلها أكيد، بس المهم أنه هالتغيرات ما تسيء، ما يصير في قلة احترام للشخص اللي مقابله، ونحترم كمان الريبريزنتاسيون تبع الشخص اللي مقابلنا. يعني إذا الشخص متحفظ أنا ما في إجي أعمل له مثل بروفوكاسيون أنه أنا بدي أحكي هيك وقول شو ما بدك، أنا بدي أحترم الشخص اللي بنقي أتواصل معه، بدي أحترم الطريقة اللي هو بيفكر فيها. لهالسبب أنا بدي كيف، يعني هيدي المراهقين لازم يتعلموا تكييف الطريقة اللي بدهم يحكوا فيها ويتعاملوا فيها والمصطلحات اللي ممكن يستعملوها. استيعاب المراهق مثل ما عم تحكي، وأنه هلأ مراهق أو غير، يعني في كمان كثير أشخاص بيستعملوا هاللغة، استيعاب المراهق بالتحديد بأنه عم نحكي عن الأهل رح يكون عم بيساعد ولا رح يكون بعد عم بيأزم الوضع، يعني عم يخلي أنه كمان تراجع بعد أكتر وكأنه أوكي صار مسموح؟ هلأ أكيد إذا عكسناه كتير ما رح يمشي الحال، ما رح يستوعب، بالعكس يعني ما بدنا نفوت بطريقة قمع وطريقة منع، بدنا نحن نعطي المثل الصحيح. يعني مثلا وقت الولد بيكتب مسج لأمه بطريقة معينة بدها ترد عليه، أو بيو بده يرد عليه بطريقة يمكن ما عم بيصحح له مباشرة، بس عم بيدله يحافظ على لغته، يحافظ على يعني الأهل يحافظوا على لغتهم لو كان الولد عم يستعمل اللغة، مزبوط، وعلى المصطلحات الممكن استعمالها كمان، يعني ينرد بطريقة مباشرة بس من دون ما نكون عم نمنع أو عم عاكس، لأنه كل شيء فيه معاكسة ما رح يمشي الحال. بنفس الوقت عند بعض الأشخاص منلاحظ أنه الأولاد ما بيقروا كتير، هلأ ما عم بيعززوا اللغة بالوسائل التانية. طيب إذا عندنا هالوسيلة بدل ما نستعملها كوسيلة نكون ضدها، نستعملها لا نقدر نحفز عندهم التقبل لأنه يقبلوا يقروا، لأنه مثلا بدل ما فينا نبعث لهم بالواتساب مثلا أرتيكل صغير حلو موضوع معين، نبعث لهم يعني هيك هن ماما عم تبعث لي واتساب لحتى أقرأ، لحتى بالوقت اللي معروف عن الماما أنه يمكن مش كتير هي تحبز هالموضوع هيدا. فإذا نستعملها هالوسيلة هيدي لحتى نحفز بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة أكيد ما على طول مرافقة وحديث أنه عن الموضوع. ديت بس ما ننسى أنه نحن مناهجنا التعليمية بعدها يعني قاسية، يعني بعدها بتعطي فورماسيون معينه. هيدي سيف ذو حدين مثل ما بيقولوا، لانه اكيد اساوتها، ويمكن ما رح نحكي باساوي قد ما نحكي، ما بعرف اذا بالعربي ما رح اقدر لاقي الكلمه بالعربي، غناها فوالا ريغور تبعها كمان. هيدي بتخلي انه الولد يكون عنده باز مزبوطة، يكون عنده أساس يتأسس باللغة مزبوط. بس من ناحية تانية عند الأطفال اللي عندهم صعوبات ممكن هالشيء
يخلق نفور، وهذا ما بدنا نوصل له. لهالسبب نحن بدنا نتكيف، لأن في أطفال ما عندهم مشكل بيفصلوا دغري وبالمسابقة وبالميل وبالفحص وبيكتبوا مظبوط وبيكتبوا ما عندهم كمان لغة في اغتنى باللغة والمصطلحات المستعملينها كتير حلوة ناتجة عن ثقافتهم وعن هن الرشاسة اللي أخذوها من هالمناهج التعليمية. بس من ناحية تانية في أطفال ما بيقدروا وما عندهم ما فينا كمان نظلمهم ونقول إنه لا بدي وقف عنهم كل شيء تواصل اجتماعي وتشاتينج لأنه هالشيء عم بيأثر على لغتهم. خلينا نجرب نستعملها بطريقة تانية بطريقة إيجابية. أديت دايما بوزيتيف. شكرا لك أديت كوبهريش ولوجودك معنا، بتمنى لك نهار ممتع وأكيد بلقاء تاني وموضوع تاني. هلأ وقفة ومنرجع منتابع ألايف.